شلونكم؟ مالونكم؟ Welcome back to my channel. شلونكم؟ رجعت لكم فيديو جديد. اليوم ببالي فكرة كلش حلوة، أريد أسوي مكياج كله مشمشي على لون الهيتشي بيتش ومشمشي وهم ربيعي. قلت ما نطول حكي، إذا ما مشتركين بقناتي اشتركوا بقناتي ودوسوا على الجرس عشان ما تفوتكم أي فيديو من فيديوهاتي، وأحبكم كومة stay tuned. سو الفكرة انه المكياج يكون كلش سهل وجدا سريع، فاللي راح اسوي اليوم ما راح اخلي اي بيس، ارجوكم عذروا شعري سو دني مو قصير، فهذني الدناديل اللي نزلنا من جوا. فراح اخذ هاي الحمرة من ذا بالم ولونها داتينج، وهاي راح اوزعها على كل الجفن. بما انه هي ليكويد ليبستيك ف ما تحتاج لها اي شيء على مود تبقى، وبسرعة قبل لا تنشف اسوي لها بلندينج. هسه وزعتها بهذا الشكل على العيون، راح اخذ شويه اخلي على ايدي بس على مود اقوي اللون على الجفن المتحرك، وراح اخذ هيجي فرشه فلافي مثل الاطبطب بالمكان اللي اريده اللون يكون بيه كثافه شوي، واصعده شويه على كثره الجفن. واذا تشوفون هذا اللون شويه جاي اسحبه مثل الاطول العين بي شوي، عاجبني هيجي مثل الارتستيك. هسه اللي سويته يا حبايبي انه اخذت الباليت مالتي مال جاكلين هيل واستخدمت هذا اللون اللي ما اعرف شو اسمه لانه ذبيت اللي بها اسامي، بس هيك وردي لما تشوفونه بالضوي يصير شويه ذهبي، فراح اخذه على فرشه وبس هيك بطريقه جدا خفيفه اخليه على الجفن كله تقريبا. اكيد نفس الشيء بالعين الثانيه، نرجع شوية بالفرشة اللي خلينا بها الحمرة وبس نرجعها على نهاية اللون. وهاي هي للعيون. هسه راح نبلش بالوجه. راح ابلش اول شيء انه اخلي برايمر، بس قبل لا اخلي برايمر راح ارش شوية سيتنج سبراي على وجهي. هذا راح استخدمه من كات فون دي اسمه اللوكيت سيتنج سبراي. سو اليوم راح استخدم هذا البرايمر من ماركة برونز كولرز اسمه الماجيك فاونديشن برايمر. راح اخلي هيك الشيء واوزعه على وجهي. صار لون وجهي نفس لون ظلال مالتي. كريم الاساس اليوم راح يكون الميبلين فيت مي مات ام بورليس رقم 230. راح اوزعه اول شيء بفرشة وبعدين ادخل بالبيوتي بلندر مالتي، وهذا كلش انصح به لانه كلش حلو بالضبط يمحي المسامات اللي عندكم بوجهكم ويبقى كل اليوم. راح الزم البيوتي بلندر مالتي وادمج كل شيء بطريقه فلولس فلولس. بهاي الطريقه راح نشيل كل الكريم الزايد عن الوجه. خافي العيوب راح يكون الكاتريس ليكويد كاموفلاج رقم 5005. هذا يجنن، اتمنى اتمنى ينباع بالامارات بس ما ينباع اللي ادري بي انا، فهسه راح اخليه مو هوايه لانه مو هوايه وتلبخ وجهه. هذا خافي العيوب كلش تغطيته عاليه، بنفس الوقت راح نسوي هايلايت وراح بنفس السفنجه ندمج كل شيء. راح نثبت كل شيء باودر. جاي استخدم الكيكاس باودر من ماركة سوب اند جلوري. اصوات صارت برا البيت جدا اسفة. هسه راح استخدم هذا البرونزر من ماركة ريمل اسمه المات بيرفكشن بلاش رقم 002، بس هذا انا راح اسوي به برونز لان احسه برونزر اكثر من ما هو احمر خدود على بشرتي على الاقل. راح استعمل هاي الباليت من زويبا على مود اسوي بيها كونتور اسمها الكونتور سبيكتروم. راح استخدم هذولي اللونين الغمقات، راح ادمجهم شويه الاثنين واخليهم بالضبط تحت عظمه الخد على مود نسوي شويه كونتور. الفرشه من ريل تكنيكس، شو اسمك انتي؟ السكوبتينج برش.
راح استخدم هذا اللون العلى صفار من نفس الباليت واخليه شوية تحت عيوني على مود يفتح بالاكثر. احمر الخدود راح يكون هذا الحلو من Wet n Wild اسمه Color Icon Pearlescent Pink، هيك يجي على مشمشي على برتقالي شوية وبلمعة تجنن، فكلش احبه. الهايلايتر اريده يكون موزع على الخد، فاليوم راح استخدم فان برش من ماركة اسمها سارة ارتستري. راح استخدم هاي الباليت اسمها الستروبينج باليت من ماركة برونكس كولرز، وراح استخدم اللون بالنص اخليه كاضاءة على الوجه ونخليه على اعلى منطقة بالوجه. وراح نصعده شوية فوق الحاجب هذا اللون على مود يصير الوجه كله بيه لمعة. شلون حرف السي؟ شوية على الحنج، مهمة بالنسبة إلي، وشوية هنا. يعني هسه وجهنا كله ضربت الشمس ومرتاحين نفسيا. على مود نموع كل البودرة اللي خليناها ويا الوجه وتصير واحدة ويا البشرة، راح استخدم السيتنج سبراي من ماك البريب اند برايم اسمه الماكس فيكس بلس، وارشه على وجهي كله. وهذا بعد اذا تخلونه بالثلاجة وبعدين تستخدموه انتعاش مو طبيعي. طبعا اجتني هسه فكرة يمكن راح اخرب الميكي ماج بيها، بس لازم اسويها. شفت الزراق اللي بتراتشي؟ كلش عجبني اخلي هذا الزراق على عيوني هم. فيا حلوين راح اخذ هيجي لون، يمكن هذا. راح استخدم هاي اللونين من مارك جيكوبز بيوتي اسمهم اوديسي وورلبول، وراح اخليهم تحت عيني على اللور لاش لاين. راح ابلش باللون البلمعة اللي هو اسمه اوديسي، وراح اخليه بطرف العين. يا الله هذا لازم بسرعة 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 ندمج اللون، لأنه لما ينشف ينشف مثل الأصعدة اللي فوق شوي، مثل الآيلاينر راح يصير بس من تحت. تذكرون بالبداية أريد أن هذا اللون، هذا المكياج يصير كلش ناعم وخفيف ومشمشي كذا. سويا حلوين اللي سويته انه خليت اللون اوديسي تحت عيوني وسويت له هيجي شويه سموكي، وسحبته مثل ما تشوفون من نانع على مود يصير شلون الايلاينر بنهايه العين. وبداخل العين خليت اللون اللي شويه كان اكثر على فستقي اللي اسمه ويرلبول. اتصور هيجي خلصنا من العيون، بس راح اخلي شويه هايلايتر المدمع العين على مود هيجي نعطيها بعد شوي اكثر عنف. للهايلايتر مال العيون راح استخدم هاي الباليت من اناستازيا الكلوكيت مالتها اسمها ذات جلو، وراح استخدم هذا اللون الذهبي البديع شو اسمه سانبرست. هذا راح اخليه على مدمع العين شويه، راح انزله تحت وندمجه ويا الالوان الاخضر مدري الازرق الفستقي. العين طبعا صارت كلها لمعة اليوم، اتصور هاي اول مرة اسوي لوك بس الوان لماعية، بس كلش عجبني. اخر شي يا حبايبي راح يكون الماسكارا. اول شي راح اسوي كيرل للاشز مالتي، وقبل لا اخلي الماسكارا راح استخدم المثبت مالتي الجيرارد كوزمتكس سلاي اول داي سيتنج سبراي هذا الروز. وراها يا حلوين راح استخدم البنفيت باد جال بانج ماسكارا. هاي احب هالماسكارا، بس شي واحد يزعجني بيها انه يطلع بيها كوما برودكت، فانا اقعد هيجي ساعتين ثلاثة بس اوخر زايد من عندها. واكون صريحة 100% وياكم، انا الواند اللي تجي هيجي مثل البلاستيك مو كلش كلش احبها. المهم هسه راح اخلي الماسكارا. بس هي حلوة ترى.
اخر شيء راح تكون الحمره اللي راح استخدمها اكيد راح تكون نفس الحمره اللي خليتها على عيوني. خليها على الشفايف وهنا يا حبايب خلص الفيديو مالتنا مال اليوم على هذا اللوك اللي انا هسه مخليته على وجهي. اتمنى تكونوا تونستوا وياي بقد ما انا تونست وياكم، اتمنى يكون عجبكم اللوك. و اريد اسالكم سؤال، شنو رايكم بالزراق او الخضار اللي خليته تحت عيني؟ كان اللوك احلى قبل او بعد؟ قلوا لي بالتعليقات. احبكم كوما كوما كوما. لا تنسون اذا حبيتوا هذا الفيديو تعطونا ثمز اب، سووا له لايك كومنت واشتركوا بقناتي. احبكم كوما كوما، اشوفكم بالفيديو الجاي.